إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم وما على الرسول إلا البلاغ المبين
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا الله
فأهلكوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. لا إله إلا الله. ويلعن بعضكم بعضا